المسألة إلى هنا. هسه تعالوا إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث الإخوة يتذكرون بالآن، قلنا بأنه لا نفترض أن النشأة أي نشأة؟ نشأة الدنيا، وأنها ليست نشأة ما قبل الدنيا، ليست جنة برزخية، بل جنة ماذا؟ جنة دنيوية، جنة بتعبير الروايات كانت تطلع فيها الشمس والقمر. فلهذا جملة من الروايات تقول لا جنة في الدنيا، وذهب إليه أيضا بعض المفسرين. سؤال، هذا الذي صدر منه ما هو؟ إذا كانت جنة الدنيا بعد يوجد فيها تكليف أو لا يوجد فيها تكليف؟ بل يوجد فيها تكليف، ونهي الله لآدم عن اقتراب الشجرة كان نهيا مولويا لا نهيا ماذا؟ إرشاديا. ولكن هذا النهي المولوي لم يكن نهيا مولويا تحريميا، وإنما كان نهيا مولويا ماذا؟ تنزيهيا، يعني كان الأكل من الشجرة ليس محرم شرعا كالسرقة والغيبة، بل كان ماذا؟ من المكروهات الشرعية. ولكن ما هو مكروه عندنا إذا ارتكبه نبيون عظيم أو لا يعد عظيما؟ خصوصا إذا قلنا أن المعصية ليست كبرها وصغرها مرتبطة بالفعل الذي صدر من الإنسان، وإنما مرتبطة ماذا؟ بأن المعصي من هو، والمعصي هو من؟ هو الله، وهو ماذا؟ وهو عظيم. فإذا كان الأمر كذلك، من هنا تجد جملة من العلماء قالوا بعد احنا كبائر وصغائر ما عندنا، كل الذنوب شنو هي؟ كبائر. لماذا؟ يقولون لأن النظر مو إلى الفعل، وإنما النظر إلى ماذا؟ إلى المعصي، والمعصي ماذا؟ هو رب العالمين، ومن عصاه فعصيانه عظيم أو ليس بعظيم. فالصحيح الذي صدر من آدم كان فعلا للمكروه، ولكن فعل المكروه أولا من صدوره من نبي عظيم جدا، وثانيا أن المعصية هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فنحمل كل تلك الآيات، بعد واضحة تكون الآيات، وهو أنه وسوس له. الوسوسة كانت مرتبطة بماذا؟ وسوسة الشيطان كانت مرتبطة بماذا؟ بفعل المكروه، ولا محذور فيه. مراد من قوله أذلهما، يعني أذلهما ماذا؟ بفعل المكروه. مراد من العصيان عصى الله ماذا؟ بفعل المكروه. فغوى أيضا ماذا؟ الغواية بمقدار فعل المكروه. اعتراف آدم بظلمه لنفسه لأنه ظلم نفسه بفعل المكروه. رجوع الله إليه وتوبة الله عليه أيضا. فهذه الآيات جميعا تكون ماذا؟ على القاعدة وواضحة. ولكن هذا فيها لازم واحد، وهو أن نلتزم أن نبيا من أنبياء غير أولي العزم يرتكب مكروها قبل ماذا؟ قبل نبوته. ما أدري واضح ولا؟ إذا التزمنا بهذا المبنى فبها ونعم، ما عندنا مشكلة بعد، صحيح لو مو صحيح. ولكن هذا لا يثبت أن جميع الأنبياء ماذا؟ يرتكبون المكروه قبل النبوة. لا، هذه الآية تثبت أنه من؟ تثبت هذا. أما إبراهيم أيضا كذلك أو لا؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ نقول الآيات المطلقة تقول كل الأنبياء لا يصدر منهم لا صغيرة ولا كبيرة، لا قبل النبوة ولا بعدها، لا قبل البلوغ ولا بعده. خرج من هذا الإطلاق والمحكم ماذا؟ آدم بهذا المقدار، وما زاد عن ذلك يبقى ماذا؟ على إطلاقه. هذا لا يؤدي لنا إذن عصمة الأنبياء اخترمت، لم تخترم. يعني إذا دل عندنا دليل على الفرق أن الآية بهذا المعنى، نفترض على الفرض أن الآية بهذا المعنى، نلتزم بالنسبة إلى آدم بهذا المقدار. وذكرنا لكم بالأمس كلام من؟ كلام الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقادات. ويؤيد ذلك أيضا رواية واردة عن نفس الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية واردة أيضا أنقلها أنا من الميزان الجزء الأول صفحة 145. الرواية في العيون، قال أيضا الرواية عن علي بن محمد بن الجهم
قال حضرت مجلس المأمون وعنده علي بن موسى، فقال له المأمون يا ابن رسول الله أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ فقال بلى. قال فما معنى قول الله تعالى فعصى آدم ربه فغوى؟ قال إن الله تعالى قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، وأشار لهما إلى شجرة الحنطة فتكونا من الظالمين، ولم يقل لهما لا تأكلوا من هذه الشجرة، وإنما قال ماذا؟ لا تقربا من هذه الشجرة. التفتوا جيدا إلى أن الإمام سلام الله عليه بعد أن يذكر بعض الأشياء يقول وكان ذلك من آدم قبل النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار، وإنما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي إليهم. فلما اجتباه الله وجعله نبيا كان معصوما لا يذنب صغيرة ولا كبيرة. قال الله عز وجل عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، وقال عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. حتى أنت إذا صار مبنات من حلت إلى كل المشكلات تستطيع بهذا المقدار تلتزم، ولكن السيد الطباطبائي مباشرة يشكل يقول لا، نحن لا نقبل ماذا؟ مضمون هذه الرواية. وما أعجبه إلا كذا، فما نقله في آدم لا يوافق مذهب أئمة أهل البيت المستفيض عنهم من عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعد. ما أدري واضح صار المطلب يولا؟ إذا حتى إنسان ما استطاع أن يقبل كل الوجوه الأخرى، هذا الواجب ها أقلها مؤونة، يقول بأنه أنا ألتزم بالنسبة لآدم هذا المعنى، ولكن هذا مطلب. وأن تقول أن جميع الأنبياء يرتكبون الصغائر ماذا؟ مطلب أصلا ملازمة بين القولين. نعم صغيرة قبل النبوة ليس إلا هذا يؤيده، ولكن نحن أيضا نحن من الذين تبعنا أصول مدرسة أهل البيت لا نقبل مضمون هذه الرواية، لأنها عندما تعرض على القرآن الكريم هي مخالفة للقرآن الكريم. لأنه احنا رواية عندنا قبل قرأناها عن الإمام الرضا أنهم يعصون أو لا يعصون، لا يعصون. إذن هذه الرواية تتعارض مع ماذا؟ مع هذه الرواية، وكلتاهما عن الإمام الرضا. القانون ما هو عندما تتعارض الروايات؟ أن نعرض ماذا؟ أن نعرضهما على القرآن. فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه. هسه إما أن ارجعوا علمه إلينا، وإما ماذا؟ لم نقله زخرف اضربوا به عرض الجن. هسه إذن لابد أن نرجع على هذا الاحتمال الثالث، هل نقبله او لا نقبله؟ لابد ان نرجع الى ماذا؟ نرجع الى القرآن الكريم لنرى بقطع النظر عن الادلة العقلية الثابتة في محلها، لنرى بان الدليل القرآني يثبت لنا العصمة المطلقة او لا يثبت، هذا اولا. وثانيا على فرض ثبوت العصمة المطلقة يقبل التقييد والتخصيص او لا يقبل، هذا بعد موكول ان شاء الله تعالى الى بحث لاحق. طبعا احنا الى الان في الوجه الثالث، عندنا بعد ذلك وجه رابع ووجه خامس ان شاء الله ونشير اليها والحمد لله.